الكمائن الإرهابية مفردة باتت شائعة في قاموس الجيش الذي تعرض لهجمات دامية في سياق المواجهة المفتوحة بينه وبين الجماعات المسلحة. المعلومات الواردة من محافظة أبين أفادت بمصرع أكثر من 15 جنديا وإصابة 20 آخرين في كمين نفذه مسلحون على حافلة تقل جنودا في منطقة أحور، كانوا في طريقهم إلى محافظتي حضرموت والمهرة. وبحسب المصادر فقد تم اختطاف الجنود إلى منطقة نائية، وقام المسلحون بإطلاق النار عليهم. وفق رواية أخرى فإن اشتباكات أعقبت الهجوم الدامي بين القبائل والعناصر الإرهابية في ذات المنطقة أسفرت عن قتلى وجرحى من الجانبين. وحمل مسؤولون محليون سلطات المحافظة مسؤولية الانفلات الأمني وترك الباب مواربا أمام نشاط الجماعات الإرهابية والأعمال المسلحة في أبين. فكل ما يجري على هذه الأرض عناوين ثابتة لحوادث أليمة لا جديد فيها سوى بعض التفاصيل المتعلقة بملابسات الهجوم وعدد الضحايا. أعادت الحادثة إلى الأذهان عملية ذبح الجنود على طريق حضرموت وحوادث مماثلة شهدتها محافظة أبين في الأعوام الماضية. بتكرار هذه الهجمات يتغذى الانطباع بأن ما يجري نوع من خلط الأوراق، تكمن خطورته في أنه يجعل من الصعب الحديث عن الإجرام الميليشياوي دون الحديث عن إجرام مقابل يجري بعثرته على قارعة الطريق في أبين. إنها معادلة تخدم الميليشيا وتشوش كثيرا على فرص التهدئة وعملية السلام المرتقبة، كما تشكل عامل إضعاف للحكومة الواقعة في فخ المساءلة عن تزايد نشاط الجماعات الإرهابية في المحافظات المحررة. منذ فترة ليست بالقصيرة لم تعرف محافظة أبين الهدوء، كما باتت القاعدة وغيرها من الجماعات والفصائل المسلحة تشكل تحديا لا يستهان به، انعكس على شكل كمائن وهجمات إرهابية يخوضونها لنسف حالة الاستقرار وفرص الخروج من متاهة العنف.